بس بمناسبه ان انتوا فتحتوا سيره الظهر، فعلا بقالنا فتره كبيره حتى انا ودعاء عندنا نفس المشكله، انه عندنا الم بسيط بسبب القعده القعده الغلط. بشكل عام انا بقول نصيحه لكل الاهالي بيتفرجوا علينا، انه انتبهوا. يعني انا الله يرحمها جدتي لما كانت بتقولي جلسي ظهرك كان عندها حق، يعني انه انا لازم اقعد دايما عامله كده. ومخرجنا كمان بيعاني المشكله كل شويه يقول لنا جلسي ظهرك جلسي ظهرك. في عوامل كتير منا ساعدت انه احنا نوصل بهذا العمر المبكر يكون عندنا الم ظهر. اولها الشنطه المدرسيه اللي كانت ثقيله، اللي كانوا ما يراعوا انه الطفل في مرحله نمو وطور النمو لازم تكون الشنطه خفيفه بالجدول المدرسي او بالكتب المدرسيه، او تكون شنطه جري، او يكون في لوكر حتى بالمدرسه. هاي يمكن من الاسباب اللي كانت اساسيه. طيب شو رايكم؟ هذا الشكل الحين بينت فينا تعب السنين كلها. اي والله شوف بينت كلنا فيني. شو رايكم نستضيف شخص خبير كثير بهذا الموضوع يخبرنا اكثر عن الام الظهر واسبابه؟ يلا بينا. يا ريت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور محمد. صباح النور. اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. مين حيروح لهنيك؟ روح انا؟ انا رح اروح. اوكي. دكتور محمد، سمعنا طبعا عمالين نتكلم عن مشاكل الظهر والوجع اللي بيقابلنا، وزي ما قالت دعاء كمان عند الاطفال مشكله شنطه المدرسه المؤلمه جدا اللي كنا كلنا بنعاني منها، بس حتى واحنا كبار دلوقتي يا دكتور بنعاني برضو من الم في الظهر بسبب كل اللي احنا مرينا بيه. صباح الخير اولا. صباح الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين. طبعا موضوع الم الظهر ده موضوع كبير، واحنا بنحاول بس نلخص الموضوع في نقط معينه. الألم الظهر طبعا ليه أسباب كتير، يعني نبتدي طبعا الظهر بيتكون من مجموعة من الفقرات بينها الغضاريف بتحاط بها مجموعة من العضلات، المجموعة من العضلات دي قوية جدا، وطبعا كمان الأربطة اللي حواليها قوية جدا. عشان يصاب الإنسان بأي ألم في الظهر بيكون في إصابة في أي جزء من هذه الأجزاء. طبعا في من الاسباب، اول حاجه معظم الناس عندها بيكون في سبب في العضلات نفسها، بتكون عضلات ضعيفه شويه. ده طبعا زي ما قلنا ممكن يكون بسبب الجلوس بطريقه غلط، او التحميل على العضلات دي بطريقه برضو غلط. صحيح. وطبعا في اسباب تانية كتيره، احنا بس جايين عشان نحاول ان احنا نعرف الساده المشاهدين ازاي يتجنبوا الحاجات اللي ممكن نتجنبها بحيث ان احنا ما نوصلش لألم في الظهر بطريقه مستمره. طيب دكتور، بس بدي اسالك شو الاسباب اللي بتخلي دائما اختلاف الام الظهر عند النساء غير عند الرجال، ودائما بحس انه النساء اكثر عرضه للمعاناه من الام الظهر؟ هو طبعا ده احنا فعلا بنجد الموضوع ده، هو طبعا اكيد برضه بسبب ان معظم الرجال بيبقى ليهم حركه اكتر من النساء، العضلات اللي عند الرجال اقوى من النساء. النساء ساعات برضه بتتعرض لحاجات مثل الحمل وال يعني وبعض الاشياء اللي بتخليها تجلس لفتره طويله. طبعا واعمال المنزل، اعمال المنزل بالمناسبه طبعا الوضع الانحناء للظهر بصفه مستمره، او ان انا احاول ان انا ارفع او احمل ثقل بطريقه غلط وانا عامل، يعني المفروض يكون الظهر في وقت ان انا بحمل اي ثقل يكون في وضع مستقيم. طبعا في ناس كتير ما بتاخدش بالها من الموضوع ده، فاحنا لو حاولنا نركز على الموضوع ده اكيد في بعض الناس هتتجنب الام الظهر. زين دكتور، احنا دائما نسمع يقول لك الام اسفل الظهر، احنا بنعرف اسفل الظهر معناتها العصعص اللي موجود ورا ولا شيء ثاني؟ هذا اسفل الظهر ممكن جزء منه العصعص، بين في الفقرات القطنيه من اول الفقرات القطنيه اللي ننزل لحد العصعص. طبعا العصعص له برضه موضوع ثاني في كتير، احنا بنتكلم على برضه ليه الاسفل الم اسفل الظهر بسبب خشونه، بسبب الخشونه اكتر، وفي طبعا بسبب الالام الروماتيزميه، في ممكن يجي بسبب التهاب بسبب عدوى، وطبعا في كمان اسباب الاورام بمختلف انواعها الخبيثه والحميده. فانما العصعص له سبب ثاني، يعني له اسباب كثيره برضه، فمختلف شويه عن الم اسفل الظهر، يعني ولو انه هو جزء منه. جزء منه. هل ممكن دكتور
الالتواء في العمود الفقري يسبب ألم. يعني احنا بنشوف في حالات بيكون عندهم الانحناء في العمود الفقري كبير وبيدعوا انه الوجع الظهر بسبب التواء العمود الفقري. وفي ناس تانيين بيكون عندهم هذا الانحناء بالعمود الفقري لكن ما بيشكوا من ألم. طبعا هو الانحناء في العمود الفقري بيبقى طبعا في انحناء جانبي وفي انحناء خلفي، في اسباب كثيره ليه. هو طبعا ما هوش يعني سبب مباشر لالم الظهر، ولكن بطريقه غير مباشره ممكن يسبب الم في الظهر اذا كان طبعا بيضغط على الاعصاب بسبب ان هو بيسبب برضه ضعف للعضلات، بيسبب بعد كده خشونه في بين الفقرات، وده اللي بيسبب بعد كده الم الظهر. طبعا موضوع الانحناء في العمود الفقري ده موضوع كبير طبعا وبمختلف درجات. وطبعا لو الدرجه بسيطه، الدرجات البسيطه جدا دي ساعات ما بنحتاجش ليها اي عمليات، وساعات يعني ممكن الانسان يفضل بيها بالدرجات البسيطه مش بتاثر عليه. طبعا احنا الحاجات الدرجات الكبيره هي اللي بتحتاج بعد كده ان احنا يعني صح يقدر يخلي ظهركم مستقيم بطريقه عادة تسويها يمكن اخلي ظهري بطريقه مستقيمه وانا جالس، احاول ان انا اكون ظهري في سبورت وراك يعني بحيث ان هو ما يبقاش منحني للامام، واعمل التحميل بتاعي على جزء خلفي، ما خليش التحميل على العضلات البطنيه، لان كل ما بيكون وضع الظهر منحني بيزيد الحمل على الفقرات. كل ما بيكون وضع الفقرات مستقيم كل ما بيقل التحميل على الفقرات. بس المشكلة انه نحن حتى اذا حدا قال لك شدي ظهرك مثلا بتضلك شوي شد ظهرك وبعدين بتتعب، ما هو للاسف بيصير اخف انك انت ما هو احنا عشان كده الانسان لازم يحاول يمرن نفسه ويحاول برضه على قد ما يقدر في بعض التمارين. في ناس بتتجه بيكون الوقت طول شوية معاهم بيتجه يبتدي بعلاج طبيعي، بعد كده هو بيتعلم نفسه ازاي يعمل التمارين ويحاول يقوي عضلات الظهر. طيب دكتور محمد، عشان نستفيد اكتر من حضرتك والمشاهدين كمان يستفيدوا معانا، موضوع اسباب حدوث الالام دي من البدايه، يعني بنلاحظ مثلا زي ما قلنا في بدايه الحديث عن شنطه الظهر بتاعت الاطفال بتاعت المدرسه، بيشيلوا كميه كتب يا دكتور وكشاكيل، يعني الطفل بتلاقيه ماشي عامل كده من كتر ما الشنطه تقيله. حتى احنا كمان السيدات البعض منا بيعاني من انحناء الكتف اللي هو بيكون لقدام، ده بيبقى شكله سيء جدا حتى في الشكل العام وهي ماشيه. عندي كمان جزء تاني عايزة أكلم حضرتك فيه وهو الجيم، علاقة الجيم، يعني الواحد يروح الجيم وهو مش محتاج بس عشان خاطر يبني عضلة يتحمل عليها العمود الفقري. تفضل يا دكتور. مظبوط. هو طبعا موضوع الشنط المدرسية بالنسبة للأطفال أعتقد أن الناس دلوقتي كلها عارفة الموضوع ده، ولازم نعرف أن الطفل لازم ما يتحملش فوق طاقته من الشنط في حمل الشنطة المدرسية، لازم يبقى الحمل فيها بسيط. ما عادش دلوقتي أعتقد معظم الناس دلوقتي عارفين بيحموا أطفالهم من الموضوع ده، لأنه طبعا فعلا بيسبب ألم للظهر، ومعظم الأطفال اللي بيشيلوا الحمل الثقيل ده بيأثر عليهم، ممكن يأثر كمان على شكل الظهر كمان بعد كده. بالنسبه للموضوع الجيم، طبعا موضوع الجيم بصفه عامه اي تقويه للعضلات بصفه عامه للجسم طبعا مفيده ليها، وبتقلل الحمل على المفاصل وبتقلل الحمل على الفقرات، فكل ما بيكون العضله اقوى كل ما بيكون التحميل على الفقرات والمفاصل بيكون افضل. زين دكتور، لو انت تكلمت عن موضوع الحمل قلت المراه وقت فتره الحمل تكون تتعرض دائما للالام اسفل الظهر، هل هالالام حتستمر بعد الحمل ولا بس فتره معينه وخلاص؟ هي فتره معينه وخلاص، لان هي بعد، لان طبعا بيكون في حمل الجنين بيعتبر برضه ثقل، بيسبب وضع الظهر بيكون في وضع منحني شويه برضه بيسبب عليها حمل شويه. طبعا بعد الولاده وانها تتجه تاني لانها تقوي برضه عضلات ظهرها وتحسن من العضلات بتاعتها كل بيكون الوضع افضل. شو الطريقه المناسبه هي تحسن من الم الظهر؟ بعد الولاده طبعا الوزن بيقل، المفروض انها بتقلل وزنها، بتحاول برضه خلاص بقى بتبتدي ممكن لو حاولت تعمل بعض التمارين بتقوي عضلات ظهرها. طبعا في بعض السيدات خلاص بيكون اساسا العضلات بتاعتها قويه ما تتأثرش بيه. نحن بنتكلم في معظم النساء طبعا بسبب ان هم مش بيعملوا تمارين او مش بيواظبوا على تقويه عضلات الظهر، هم دول اللي ممكن يتعرضوا لالم الظهر اثناء الحمل. طب دكتور، اكيد هلا السباحه هي الرياضه الاهم طبعا لمرضى الرياضه والحركه الام الظهر واسفل الظهر، شو اللي بيخلي السباحه اميز من غيرها من الرياضات؟
السباحة يعني من أفضل الرياضات لأنها بتحرك جميع عضلات الجسم. يمكن كمان ما بيكون حامل وما بتكونش حامل أي شيء عليها. مش بالنسبة للتحميل على العضلات دي ما فيش فيها مشكلة، بس إن أنا أحاول أحمل بطريقة تدريجية، أبتدي أزود في الوزن تدريجيا ممكن أوصل بعد كده، برضو بتبقى مفيدة طبعا للعضلة، بس أعمل الموضوع ده بطريقة تدريجية، أزود في الوزن كل ما العضلة بتبقى أقوى كل ما أحمل عليها، إنما ما أجيش أحمل على العضلة بصفة فجائية بحمل تقيل، ده اللي بيسبب بألم العضلات طبعا. انا قصدي شوي انه يمكن المي بتساعد على رفع تقل الجسم نفسه. يمكن الشخص اللي بيعاني من الديسك او الام الظهر لو بيروح للجيم او بيمارس تمارين ممكن يسبب له نوع من الالم، لكن بالسباحه مع المي تحمي الجسم بتخفف عليه. هي طبعا كرياضه السباحه بصفه عامه لكل المفاصل بنقول مفيده طبعا، وهي الكلام اللي انت بتتكلمي فيه برضو مهم طبعا، بس احنا بنتكلم على لو حتى حب واحد ان هو يمارس حمل اثقال او ان هو يستعمل او يمارس الجيم فيها. بحيث ان هو يقوي عضلاته ما فيش فيها مشكله، بس برضه يتجه بطريقه تدريجيه يزود الوزن كل فتره. طيب دكتور، شو الخطه العلاجيه اللازمه للتخلص من الام الظهر؟ امتى ممكن نلجا لجراحه؟ وهل دائما في شرط استكمال العلاج الكيميائي مع العلاج الطبيعي؟ هو طبعا احنا في آلام الظهر احنا بنبتدي في الاول لو كان الموضوع مزعج للمريض بنبتدي طبعا بالعلاج الكيميائي، بعد كده اما بيقل الالتهاب ببتدي بقى اشوف ايه الاسباب اللي عند. طبعا في الاول خالص بيبقى فيه فحص سريري، وممكن نتجه لبعض الفحوصات زي الاشعاعات والتحاليل عشان نعرف ايه السبب في الاول. من خلال الفحص السريري بعرف بعد كده اتجه لانهي فحص عن طريق الاشعه او عن طريق التحاليل. لو عرفت طبعا ان هو استبعدنا العدوى البكتيريه اللي ليها طبعا علاج تاني، او استبعدنا الالام الروماتيزميه برضو ليها علاج للامراض الروماتويد، وبعد او استبعدنا طبعا في اسباب تانية كتيره زي الاورام وبصفه عامه، وطبعا لو في اي اصابات في النخاع الشوكي او الحاجات اللي حواليه، او ممكن ساعات بيكون في الام الظهر بسبب اي جزء بسبب اي مرض في او اي اصابه في الاحشاء الداخليه مثلا زي الكلى مثلا، ساعات بتكون بتسبب الم في الظهر. فاحنا بنستبعد كل هذه الاصابات وبنحاول نركز بقى على الوضع. هو معظم الناس طبعا في الاخر بيبقى الاسباب بسبب خشونه في الفقرات او بسبب ضعف في العضلات او بسبب اي اصابه للعضله بسبب تحميل عليها، هو ده اللي بيكون في معظم الناس هو السبب. طب وبس بعد العلاج او العمل الجراحي بيقدر يمارس حياته بشكل طبيعي؟ طبعا هو طبعا هي بتختلف من 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 اصابه لاصابه، وبتختلف من عمليه لعمليه. يعني في بعض العمليات بنتجه ان احنا نثبت بشرائح ومسامير، بيكون في تزحزح في الفقرات او في مثلا في اي مشكله طبعا في الفقرات، لما بعد ما بنعمل التثبيت بالشرائح والمسامير طبعا ده ممكن يقلل على يعني لبعض الناس ممكن الرياضيين ياثر عليهم شويه، انما لو انسان عادي ممكن الاعمال اليوميه ممكن يرجع للاعمال اليوميه بتاعته ما فيش مشكله. طب دكتور انا عايزه استشير حضرتك في حاجه مهمه جدا بالنسبه لي اكيد بالنسبه لناس كتير بتتفرج علينا، موضوع النوم بشكل خاطئ. اشخاص بعض الاشخاص اوقات بيناموا بشكل خاطئ، او مثلا ما بيتحملوش ان هو، يعني اسمع انه صحي ان الشخص ينام على الارض من كل فتره لفتره، حتى دلوقتي اخترعوا المرتبه الطبيه اللي هي الناشفه قوي دي انه الشخص ينام عليها عشان يبقى كله على نفس المستوى. هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده مفيد؟ هو طبعا زي ما احنا قلنا دلوقتي ان كل ما يكون الجسم والفقرات في وضع مستقيم كل ما بتقلل الحمل عليها، كل ما بتكون في وضع منحني كل ما بيكون الحمل عليها بطريقه غلط وتزود الحمل على الفقرات. طب وطريقه النوم، يعني الناس اللي بتحب تنام مثلا اكتر على بطنها او مثلا هو في احنا طبعا احنا عارفين ان هو الافضل طبعا بيكون النوم ممكن على جنبي او على الظهر، ده الافضل، بس اثناء النوم في خلاص بعد ما
الانسان بيخش في النوم ما حدش يقدر يتحكم في النوم. المشكله كمان يا منى انه احيانا وجع او الام الظهر دكتور ما بس بتاذي الظهر، يمكن كمان تمتد وتصيب احدى الرجلين ويصير في ضغط على نوع معين من العصب اللي موجود بالرجل ويعيق حركه الشخص. هل هذا الحكي مظبوط؟ تمام مظبوط. طبعا ما بيكون الجزء الاسفل الجزء السفلي من الجسم متاثر، ده بيكون بسبب اللي هم بيقول عليه عرق النساء. عرق النساء طبعا بيكون بسبب ان جزء من اي جزء غضروف او اي شيء بيضغط على العصب نفسه اللي بيخرج من العمود الفقري، ده اللي بيسبب الالم انه يوصل تحت وينزل للرجل. طبعا ده ليه برضو اسباب مختلفه. طبعا لو بسبب الغضروف، الغضروف بياخد وقته وبيبدأ الالتهاب وبعد كده العيان بيرجع تاني. لو في اي سبب بقى بيسبب ضغط على العصب ومحتاج تدخل، ده اللي ساعات بيحتاج استشاره من الطبيب. دكتور لاحظنا زي ما عارف احنا الانسان بيتكون من فقرات في ظهره، قبل شوي سمعتك قلت الفقرات القطنيه. الفقرات القطنيه طبعا هي اللي في موازاه من اسفل عند البطن. طبعا في فقرات طبعا عنقيه وفي فقرات طبعا اللي هي الظهريه او الصدريه اللي عند الصدر. طيب يكون فيها طلبات مرات في تلقى الواحد طبعا الفقرات العنقيه ليها كمان موضوع ثاني كبير بعد. وهي طبعا اكثر شيء الفقرات العنقيه والفقرات القطنيه او اللي هي اللي بتسبب الم معظم الم الظهر. دكتور محمد تفضلي. بس بدي اسال الدكتور كوقايه من الام الظهر قبل ما ندخل ب يمكن معمعة الام الظهر، شو هي التمارين الرياضيه اللي لازم نعتمد عليها بحياتنا اليوميه وممارسات يوميه كمان؟ هو طبعا التمارين في تمارين كثيره، احنا بس عشان نخليها بطريقه بسيطه ان احنا نحاول ان احنا في التمرين ان انا اقوي عضلات الظهر الخلفيه بحيث ان انا هو ان انا اجلس مستقيم. دي في لها تمارين كثيره، هي دي معظم التمارين بترتكز على الموضوع ده. طبعا ممكن تعملها واحنا نايمين، ممكن احنا نعملها واحنا واقفين، فهي يعني في تمارين مختلفه جدا. احنا بس بنحاول ان احنا نفهم الواحد ان هو يحاول ان هو يحاول ظهره يبقى مستقيم بتقويه العضله دي. فليها طرق كثيره ما نقدرش نخش فيها، صعبه. ممتاز. هي دي يعني كنت انا عايزه اسال برضو سؤال ليه علاقه بالتمارين الرياضيه، وكمان كنت عايزه اتكلم مع الدكتور عن الحالات اللي بتوصل لمستوى متاخر شويه بتحتاج الى عمليه. السؤال الوحيد، هل يا ترى هي خطيره ولا بيكون بشكل امن؟ بس طبعا موضوع العمليه في عمليه في الظهر طبعا هو موضوع ما هوش سهل طبعا، بس طبعا مع التقنيات الجديده دلوقتي الموضوع بقى امن خالص. طبعا دلوقتي احنا شغالين في العمليات بتكون الاعصاب متوصله بطريقه الكترونيه، بنعرف في اي عصب اتاثر او لا او في اي مشكله واحنا شغالين. فالموضوع بقى الى حد ما امن من زمان. طبعا هو اي عمليه في الظهر بتبقى طبعا هياش سهله. صحيح. وطبعا ليها وطبعا ليها مخاطر كتير، بس دلوقتي بعد التقنيات الجديده دلوقتي بقى الموضوع بقى احسن شويه وامن، يمكن مع تطور الطب. طبعاً. وجود كل هاي التكنولوجيا سهلت علينا، والتكنولوجيا دلوقتي سهلت طبعا نتعافى من هاي الامراض. طبعا الوقايه دائما خير من العلاج. نورتنا دكتور اليوم، صراحه استفدنا منك معلومات وايد حلوه عن شرفتنا يا دكتور. صباح الخير عليك. صباح الخير. ان شاء الله تجديك ان شاء الله مره ثانيه. نطلع بريك مهند. نطلع بريك يلا. شكرا.